ضيف الحلقة عشرة وخمستاشر دقيقة ونرحب بك دكتور محمد أحسين أخصائي في التغذية. مرحبا من جديد. أهلا وسهلا. كلشي مزيان؟ الحمد لله. شريتي الحاولية؟ إيوا ما يخص خير. شريتي؟ إيوا بالصحة سيدي. الله يعطيك الصحة. بشحال؟ نقولوا من طبيعة الحال خاصك تقول لنا خاصنا نعرفوا الدكتور محمد أحسين بشحال شرا؟ بشحال شريتي؟ ها؟ وتقر وخاش يهضر. ما غاديش نقولوا لك لا كبير مبدير ولا صغير صقره مع قول احنا كنعرفوا كتاخذ حاجه صحيه صحيه واحد 62. واو 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 ما اتفقناش على هذا الشيء دكتور حسين. وقلتي لينا شريو شي حاجه صغيره ومزيانه كيفاش لحقاش كاينه العائله كبيره وكاين خص لها التمت والحيمات راه غيكونوا قاصحين. لا نعم الحيمات ديالو لا احنا غنهضروا على كيفاش كتختار الخروف ديالك واخا يكون كيسوى 100000 ريال 120000 ريال ممكن تاخذوا بالقواعد واللوازم اللي غتحتاجها. يعني يقدر يكون العمر ديالو مثلا صغير ولكن في الشوفه تيبان صغير كبير مثلا ماشي غير الشحمه الحمنيت. لا الحمنيت واخا سيدي. منين شريتي؟ ايوا بحق عندنا واحد الناس ديالنا اللي كان هذا نخليو عندهم داك الشيء اي من طرف واحد ديال المقرن على بعد 24 25 كيلومتر على قنيطره. يعني في النواحي ديال قنيطره طيب شحال هادي باش شريتي بزاف؟ ايوا كما كيقولوا لان انت كتشري قبل باش كتدير لي ديك العمليه ديال التنقيه. طيب وباقي الحال الناس اللي باقي ما شراوش مثلا شنو اقل مده نقدر مثلا نشري فيها الحولي ومازال ندير لي ديك العمليه ديال التنقيه؟ هو 10 ايام كافيه. 10 ايام كافيه باش انك تنقي. كي شريتها اليومين ثلاث ايام هذا خصو يكون واخذه من الكوري واخذه من عند شي واحد اللي كيعرفوا بانه ثقه كيوكل مزيان كيعلف مزيان ويرتاح. والا ما بقاش الوقت باش يدير ديك الساعه. لا كان عاد غيجيبوا لعندو البيت ديالو يعني راه من اليوم مثلا. اما اللي كان من اليوم من اليوم هو عنده في البيت ديالو ويعطيه التغذيه اللي غتنقيه وما كتعرفش لان يقدر يكون جاي داك الخروف واكل من لا ديشارج بيبليك يكون واكل من شي بلايص اللي ماشي هذوك السيد اللي كيوكل ولا مثلا كان حاطو عند شي حد كيعطيهم السكاليين كيعطيهم شي اشياء اللي ماشي هي هذيك. وبالتالي لما كتشوف ان السيد اللي عنده الخروف ديالك كيعلف بطرق يعني بيولوجيه انا داك ما تخافش بغيتي تجيبو عندك البيت ديالك ضروري من انك جيب واحد 10 ايام باش يتنقى مزيان. طيب حنا قبل التنقيه غنشوفوا بعدا كيفاش نشريو الحول. كيفاش تشري الحول؟ ايوا هذه المحطه رقم واحد وهذه اللي خص يعرفها كل واحد فينا ماشي الراجل فقط اللي خصو يعرفها بل حتى المراه الا بغات تمشي تشري الخروف ديالها وخاصه ان دابا العدد ديال المطلقات ولا كثير وكثير جدا فبالتالي خصها تكون والاراميل فبالتالي خصها تكون حتى المراه عندها الوسائل والاليات باش تعرف تختار الحولي ديالها. فالاختيار ديال الحولي فيه شي راجل كاين دابا كنعطيك حالات ديال الناس اللي في سميتو في القنيطره ومساكن ما عندهم لا رجل من العائله ديالهم لا خوته لا خدامه في القنيطره وهي وليداتها صغار ولكن باغا تشري حولي. ما هاد السيده ما عندهاش الحق باش نعرف حالات خاصه. اذا هاد المعلومه خاصها تكون للصغير والكبير للمتزوج. اذا كانت هاد المعلومات عند النساء راه غادي لينا مشكل دبلوماسي غير يدخل الراجل الحولي ولا تقلب فيه. لا حسين ما قالش هكا غتخلق لنا مشاكل. مزيانه كتولي تدير له الكنترول قبل ما كنترول. يلا على بركه الله. الاختيار ديال الخروف كيكون على فيه ثلاثه د المحطات ولا ثلاثه د الوقفات. هادشي غنكتبوه هكا تلقاوه على صفحتنا على الفيسبوك أسرة شرشة دايفام. اللي ما قيدوش واللي ما تبعوش غادي يلقاه باش هكذا ترجعوا ليه وديو معكم الورقة منين تجيو تبغيو تشريو الحول. يلا إذا الاختيار ديال الخروف كيكون على ثلاثة د المحطات الوقفة الأمامية والوقفة الجانبية والوقفة الورائية يعني الخلفية. فلما كنتكلم على الوقفة الأمامية كنمشي لقدام الوجه ديال الخروف وكنشوف واش نيفو كيسيل واش عينيه كيسيلو. بلاتي الوقفه الاماميه هذه. الوقفه الاماميه شنو غادي نراقب؟ كنشوف الخروف واش عينيه كيسيلو واش نيفو كيسيل. وبالتالي الا كان النيف كيسيل راه كيكون هناك يا اما مشكل عنده مشكل في الجهاز ديال التنفسي وبالتالي ممكن انه يخلق مشكل كذلك في الاجهزه الاخرى اللي كاين عنده في الدات ديالو. ثم بعد ذلك كنمشي لعند الفم ديالو وكنحل الفم وكنشوف دوك السنينات الا كانوا السنينات التحتانيين كلهم بحال صغار وبحال كنعرفوا الخروف ديال ولد العام.
الا كانوا عنده جوج ديال السنان شحال من سنه السنان الصغار كلهم قادين السنان التحتانيين كلهم قادين كنقولوا ولد العام والا كان عنده جوج سنان كبار مقارنه مع الباقي كاين غير جوج سنين اللي هما كبار كتقول هذاك تني والا كانوا عنده اربعه ديال السنان كبار والباقي صغير كنقولوا هذاك رباعي والا كانوا سته كنقولوا سداسي وإلا كانوا فوق هذا كيكون جامع فهاد بلاتي بلاتي مقارنة بالآخرين فهو رباعي أها وإلا كانوا ستة ستة أها سداسي سداسي وكاين جامع جامع شنو كيكون جامع فوق يعني سنان أخرين طايحين وبقى غير إما دوك ستة ولا 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 كلشي ولا ولا كبير شرف شرف هذاك فالأصل اللي بغى ياكل الخروف في نهار العيد واللي بغى يقدمه كهدية الله سبحانه وتعالى إما يكون ولد العام ولا يكون تني إما يكون ولد العام ولا يكون تني بمعنى أن السنينات ديالو التحتانين كلهم يكونوا بحال بحال أو لا يالله كاين دوك جوج سنينات اللي كبار ومختلفين على السنينات ديال الحليب فهذا أول رسالة اللي خصنا نقدموها وكنقولوا بأن هذا الحولي ممكن أن نقدمه كهدية لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك كنمشي للعينين ديالو جيت العين ديالو كنشد العين اليمنية في العين اليمنية كنتخيل ديك العين وكأنها عندي مكانة عندي ساعة ديك الساعة النص اللي جيت العين كان عندي النص اللي جيت العين والنص اللي برا العين هذاك النص اللي جيت العين كان فيها 12 وكان فيها 3 وربع وكان 6 ونص نتخيلوا العين بحال مكانة كان 12 وكان 3 وربع وكان 6 ونص ومن الجهة الخارجية كان عندي 9 دولار فإلا شديت 3 وربع غنشوف تما واش كاين شي خط كحل أو لا كاين شي 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 لون ماشي هو هذاك اللي كيشد من الوسط ديال العين حتى حتى يعني 3 وربع تما كنقول بأنه هذاك الخروف عنده مشكل في الغدد عنق لما كنشوف 6 ونص انا نشرحها لهم غتمشي ما فهمتيش امديك هو تيشرح ولا كيشوف لي في عيني بحال كنطبق فيه باش نفهم غادي 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 تحطوا الحولي قدامكم ياك تشوفوا العيني اليمنيه عيني اليمنيه غتقسموها على جوج ياك تشوفوا الجهه اللي غادا حدا النيف ياك الجهه اللي غادا حدا النيف تشوفوا واش كاين خط وسط العين وسط العين خط من البؤبؤ الكحل لجهه النيف غادي شي خط كحل ولا لا هذه 3 و 4 3 و 4 برافو عليك ديال الدكتور حسين الا كانت إذا كان داك الخط عرف رانه مريض في الغدد في الغدد يعني التيرويد ديالو تقريبا إذا كانت الفوق من جهه 12 شي لون غير عادي او لا من جهه البؤبؤ الجبهه الفوق للراس هذاك عنده مشكل في الدماغ او لا عنده مشكل في سميتو في ديك الحركات ديالو الخروف ماشي تل ماشي عادي ولا عاوتاني كنمشي 6 ونص في 6 ونص كنشوف بان الخروف عنده 6 ونص هي من البؤبؤ جهه الحنك لتحت الا كان من التحت كنقول بان المشكل عنده في الكبد بلاتي قلنا الا كان خط من البؤبؤ ديال العين الفوق ديال الجبهه عنده مشكل فاش في الراس مشكل في الراس يعني شنو الراس ما يتكالش دونك الراس عنده فيه عنده مشكل من الاحسن يتفادى الانسان الاكل ديالو واخا ولا كان جيت 9 دولاروب يعني من البؤبؤ الخارج العين هذاك عنده مشكل في الريه ديالو اذا هادو الاماكن اللي يقدر يقلبهم غادي نعاود معاك نراقبوا العينين ياك كنشوف العين اليمنى من البؤبؤ لجهه الانف الا كان فيها خط اسود هذا او لون غير عادي اسود او لون غير عادي هذا يعني انه مريض باش لا تيرويد عنده الغدد اللي كاينه في لا تيرويد بشي مرض في الغدد في الغدد الا كان خط من البؤبؤ ديال العين الفوق ديال الجبهه عنده مشكل في الراس اذا كان عنده خط من البؤبؤ ليش للاسفل للاسفل مشكل في الكبد عنده مشكل
في الكبد. هذا هو المهم ياك. هذا هو واحد الكبده غنبداو بها مشكله الا كانت مريضه. ومن من البؤبؤ كان عنده مشكل من البؤبؤ الخارج يعني جيت تسعد لاروب او باردون داتشي. هذا هذاك يعني ان عنده مشكل في الرئه. مشكل في الرئه صافي ايه اتفقنا. اذا ولا كان من البؤبؤ لحقاش البؤبؤ كان نمشيو عاوتاني نشد بيل ونضربوا ليه العين ديالو كيتجمع داك البؤبؤ الاقل يعني مستوى ديالو ولا كان ضام عليه الحال كيتوسع البؤبؤ. اذا ما بين ديك التوسعه والتضييقه ديال البؤبؤ كنشوف هذاك لو سيرك اللي كاين بيناتهم واش اللون ديالو عادي ولا اللون ديالو اما صفر اما اللون هذا. انا كنعرفوا بان الجهاز الهضمي ديالو كله مخرب. كيفاش دابا البؤبؤ لما كيكون كدير له البوله كتضربو بشي بوله يعني ملي تكون غادي خصها نديو معنا بيل كيتجمع داك البؤبؤ أيوة. وكيولي صغير ولا حيدتي البوله كيكبر ما بين الجمعه ديالو وداك الوسوعيه ديالو كاين واحد ليسباس. هذاك ليسباس كنشوفو الا كان صافي راه سميتو راه يعني الجهاز الهضمي ديالو ممتاز نقي. ولا كان فيه اللون اصفر او لا رمادي او لا داك اللون اللي كاين فيه ماشي عادي هنا كيبان بان الجهاز الهضمي مسكين راه ما مقيوس حتى هو. ونشوف به العينين العين ديالو ونراقب الدائره ياك الدائره اللي دايره بالبؤبؤ 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 خاصها تكون صافيه صافيه. والا والا الا كان هناك اي لون غير عادي إلا كان شي لون غير عادي فهنا الجهاز الهضمي كيكون عند الخروف مقيوس. فالجهاز الهضمي كيكون غير سليم. اها هذه بالنسبه للوقفه الاولى الاماميه. ثم كتجي الوقفه الجانبيه. الوقفه الجانبيه كتقول لمول الخروف الوقفه الجانبيه نقلب انا وياك من بعد غادي نرجع من بعد دقائق باش غادي نقول لهم شنو فيها. دائما مع الدكتور محمد حسين الاخصائي في التغذيه واللي معنا اليوم باش غادي نعرفوا كيفاش نشريو الحاولي وكيفاش نقلب. ودكتور محمد حسين الاخصائي في التغذيه بطبيعه الحال حد الان راقبنا الفم وراقبنا بطبيعه الحال الفم لانه خاص الناس كل واحد واش نمشي يبغي كاين اللي تيبغي تني كاين اللي كيبغيه ولد العام كاين اللي كيبغيه اكثر. وشفنا العينين حنا قبل ما غادي نكملوا نشوفوا الوقفه الجانبيه كذلك غادي شنو الفرق يعني واش نيت على مستوى اللحم تيكون فعلا قاصح ملي كيفوت عامين وفي الوقيته اللي كيكون ولد العام يعني ولاتني هذوك 13 الاسيد اميني اللي هما اساسيين في التغذيه كيكونوا في الخروف. ولما كيفوت كيولي رباعي هاد سميتو كتبقى ما بين تسعود ما بين 7 و9 الاسيد اميني والاخرين خصنا نقلبوا عليهم في يعني في مواد غذائيه اخرى. فلهذا كيقول كنفضل ان الانسان ياخذ ذاك الخروف ولد العام ولا ياخذ ذاك الثني باش يستافد من جميع المكونات الغذائيه اللي كاينه في اللحم ديال الخروف. طيب العينين ولو انها صعيبه شويه المهم كلشي واحد تعرفوا هادشي دير هاد المراقبه. طيب كاين حوايج اخرين قبل ما نمشيو اللي هما زعما باينين اللي هما طبعا في الشريعه ما ذكرتيهمش ولكن قلتي لي هما حوايج باينين بحق نعاودوا نذكروا بهم. ماشي مشكل. الوقفه الجانبيه هو انه لما كتوقف على الجنب ديال الخروف كتقول لمولاه يطلقوا. الا طلقوا وبان لك بان الخروف نشط كتعرف بان الحمد لله الدخل ديالو غيكون نشط وبالتالي راه داك الخروف ما فيه لا مشكل لا مرض لا حتى شي حاجه. اذا غير من الجريه ديالو من الوقفه ديالو من الهربه ديالو كيتبين لك بان الخروف كذلك راه ممتاز. لما كتشوف كذلك السنسول ديالو مقاد كتعرف بان المسائل الداخليه ديالو كذلك مقاده. ثم كاينه الوقفه الورائيه ولا الوقفه الخلفيه اللي هي كنمشي نقلب الديل ديال الخروف. لما كنقلب الديل ديال الخروف كنمشي للفقره رقم 11 ونحط فيها الصبع ديالي. الا كانوا الصبع ديالي قاسوا العظم كنقولوا راه ما كاين لا الحمله والو وحنا الخروف ديالنا الا ما كانش فيه اللحم عندي ما ندير به. وكاين بعض المرات اليد ديالي ما كتقش العظم كنقول الحمد لله الخروف ديالي عامر اللحم. الا كان صباعي ما قاسوش العظم ومدهونين كتقول الخروف فيه اللحم تبارك الله وكذلك فيه الشحمه. وهذه فين تنقلب؟ كنقلب في الفقره 11 في الديل ديال الخروف. خصني نبدا نحسب تحسبهم جاي من هذا وحاسب هذه تعطيها سميتو الجميع
الناس اللي كيشتريو دابا من الفوق نحسب من الفوق انت هبط الفقره 11 ما بين 11 و 13 هما كيقولوا نحسب 1 2 3 4 5 6 7 حتى توصل ل 11 ما بين 11 و 13 وراقب الديل ديالو ديالك نمشي للفقره 11 او 13 تما كتحاول تقيس 11 12 13 11 ولا 12 ولا 13 الا قسيتهم كلهم مزيان ونشوف باش نشوف الا الصبع ديالي قاسوا العظم ديالو كنقول هذاك الخروف ما فيه لا لحم ولا شحم راه غادي يقيسوا لان غادي تضغط فاش غتضغط غتقيس العظم والا ما الا ضغطتي واللحم ما خلاكش تقيس العظم كتقول داك الخروف تبارك الله فيه اللحم بلاتي الا الصبع ديالي قاسوا العظم اذا رفيع العظم اذا ناقص من اللحم اذا ناقص من اللحم اها والا قست والا اللحم ما خلانيش نقيس داك الفقره ديالو كنقول هذاك اللحم هذا الخروف تبارك الله ملحم ويلا حاولت نقيسو ولقيت ان اليد ديالي ما خلاش اللحم نقيس العظم ديالو زياده على الدهن على انه مزيت كنقول بان داك الخروف فيه الشحمه وفيه اللحم هادو بحال كما كيقولوا الوسائل والاليات اللي كيتخليني نختار بهم الخروف لكن اجمالا الا كان الانسان ما فيه كاع ما يدير هاد الامور هذه وما يقلبش يشوف بعدا واش الخروف مطابق للسنه ولا غير مطابق الكرون ديالو يكونوا مقادين الودنين ديالو ما يكونوا لا مقيوسين لا مقطعين الديل ديالو هابط تحت الركبه ديالو بلاتي الكرون خاصهم يكونوا مقادين وما يكونش اعور ياك والودنين ديالو ما يكونش ولا اعرج ياك والاذنين كاملين والديل ديالو هبط على الركبه ديالو الديل يكون فايت الركبه هادو هما المكونات ديال السنه المحمديه الا بغى الانسان ياخذ الخروف كياخذو بهذا الشكل هذا اما المكونات الداخليه ديالو الامراض ولا هذا هما دوك الوقفات الثلاث اللي تكلمنا عليهم فالا كان الانسان جمع ما بين السنه ثلاثه الوقفات الوقفه الاماميه اللي شفنا فيها السنان والنيف والعينين والوقفه الخلفيه اللي طلقناه يمشي كيجري قدامنا ونشوفوا واش نشيط ولا لا والوقفه الخلفيه هي اللي قلبنا فيها سميتو الخروف من الديل ديالو وهزينا وكنهزوا باش نشوفوا نتاكدوا من ان فعلا راه داك الخروف راه ثقيل وراه هز اللحم نعم طيب فقط نذكر قبل ما نكملوا اتصالاتكم اللي بغيتوا تسولوا على شي حاجه الحولي ولا كيفاش تشريوا الحولي على 0522 36 10 36 او 0522 36 035 اعيد 0522 36 10 36 او 0522 36 035 36 يمكنكم كذلك انكم تتواصلوا مع الدكتور محمد احسن اخصائي في التغذيه على رقم 5566 حتى الكسابه اللي كيسمعوا لنا الا بغاو يعطيونا شي ملاحظه اخرى وناقشوها كذلك مع الدكتور نشوفوا مدى الصحه ديالها في 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 الشراء ديال الكبش ديال العيد فمرحبا طبعا بالاتصالات ديالكم طبعا من خلال الهاتف او من خلال الاس ام اس نكملوا انا قلنا نردوا البال للوقفه الاماميه ياك فيها كنراقبوا الفم العينين وكذلك حتى الانف وثم قلنا الوقفه الجانبيه ثم الوقفه الخلفيه ياك شي حاجه اخرى هادو هما ثلاثه الوقفات اللي اساسيه باش يمكن لي نعرف نحاول ندير بهم احسن اختيار للخروف ديالي طيب نمشيو نقراو شويه رسائلكم طبعا على 5566 ديال الدراهم تتسيل عندكم اي سؤال خاص بالدكتور طبعا كيقول لك دكتور واش الوزن ديال الحولي حتى هو ناخذو في عين الاعتبار وهو لما الانسان كيكون باغي يقدم واحد الهديه لله سبحانه وتعالى كاين جوج الحوايج كاين نشوف احسن هديه غادي نقدمها لله سبحانه وتعالى واحسن هديه هو ان داك الخروف يكون كامل يكون عينيه مزيانين الكرون ديالو مقادين ماشي عرج ماشي الودنين ديالو ما مقطعينش الديل ديالو هابط الى تحت الركبتين هذه هي السنه وكل ما كان عامر وكل ما كان مليء فهو كتقول احسن ما غادي نقدم كهديه لسيدي ربي
ثم بعد ذلك كاين غير دابا في شي مناسبه، اي مناسبه لما كنمشي نكون معروض غالبا كنحاول نختار احسن هديه نديها لذاك السيد اللي عرض عليا. فاذا كنت بالانسان بحالك بحالو كتختار ليه احسن هديه باش تقدمها ليه، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فخص الانسان هاد الامور ما يتشطرش فيها. الا كانت عندك الامكانيات فبها ونعمت، ما كانش ما تعيجش. والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سؤال اخر تيقول لك واش ناخذ المدسوس ولا اللي بالصوف محسن؟ الصوف كيخدع شويه. فاش كتكون مدسوس ولا بالصوف، حنا هادو ما داخلينش في كما كيقولوا في الحديث عن السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي مذكور في السنه هو هادو اللي تكلمنا عليهم. اما زايده فيه الصوفه ولا بطبيعه الحال كاين هناك خرفان اللي جينيتيكمون فيه الصوفه، وكاين خرفان اللي جينيتيكمون ما فيهمش الصوفه. واش غنقول بان هذاك اللي عنده الصوفه ناخذوا اللي ما عنده الصوفه ما ناخذوش؟ لا، هاد الامور ما يدخلش فيها الانسان، يدخل في المكونات الاساسيه الاخرى اللي تكلمنا عليهم، اللي هما دائما كنرجعوا للعينين والعروجيه والودنين المقادين والقرون والدين. واخا ناخذوا اتصال من بعد نكملوا باقي طبعا اسئلتنا حول كبش العيد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا، شكون معنا؟ معكم مبارك من طاطا. سي مبارك تفضل. نعم لله، انا كساب وكما قال الاخ هذاك الشيء ديال السمونيه وكذا، الا ما الا قصتي العظام راه ما سمين ما فيهش اللحم. ولا درتي يديك وما هذا غير على مستوى الدين ولا حتى على السنسول ديال حتى في الظهر؟ لا في الظهر وفي الديله ديالو. اييه واخا بجوج. وهذا الشيء ديال المعزي وهما كل شيء كاع كتقيس لي حتى قدام الصدر ديالو في واحد البلاصه تما، حتى هو كاين اللي تعرف الحولي واش يعني فيه الشحمه ولا لا بهيك الطريقه. اييه كتقيس من عند العنق ديالو فين يوصل جهه الكتف تما كتقيسو. اذا شتي اذا لقيت هيك البلاصه يعني عامره راه فيه راه يعني الكبشه سمين فيه الشحمه. وإلا كان هيك البلاصة ضعيفة ما فيهاش والو تعرفي واش ناقص الشحم ولا حتى اللحم ولا. وكاين واحد القضية بغيت نسأل الأخ، غير إلا كان مكسور ليه القرن ديالو. إنما عدة أقوال كنسمعها من بعض الناس، قال لك راه إلا كان مكسور غير ليكون يلا تهرس باقي فيه الدم. وراه دوز العيد. وإلا والله واش كاع هو نهائيا ما يدوز العيد واخا قديم واش مفوت شهرين ولا عام كاع مهرس. طيب هذه المساله غادي يجاوبك فيها يعني الاستاذ يعني ديال الدين، واخا نهار الجمعه ان شاء الله نطرحوا عليه واش داير زعما في الذبيحه ولا لا. وتكسب تبارك الله، يلا عطيتينا الحمات والعظيمات، عطينا شي مواصفات اخرى، كاين شي حويجات اخرين نعرفوا هذاك هو الاهم كاع في الحولين هي الحمات. واخا المرض ما كتعرفوش واش مريض ولا لا. ايه كما كاين هيك القضيه اللي قال الاستاذ. الا بغيتي تعرفي واش مريض راه غادي تلقو وغادي تشوفو حتى ياكل ولا حتى يلعب. غير من الشوفه. ولكن هادشي ديال استاذه كاع واقف يعني ما كيتحركش. ما كيتحرك ولا يعني واقف واحد الوقفه يعني ما عجبك هذاك راه عارف واش مريض ولا شي حاجه. واخا سي مبارك سؤال اخر. بحال العين دابا الا كانت مضروبه وفيها غير ضربه يعني العين كاينه، ولكن بحال كانت فيها واحد الغبار شويه ما تيشوف بها، تنقولوا ليه حنا عمى ولكن ما العين باقيه. هذاك ذبحوا كلوا انت، هذاك ما تبيعوش ما دايرش عليك. لا استاذه ماشي عليك. حنا بغينا غير نسولوا واش يدوز العيد ولا لا. راه قلنا لك ذبحوا نتايا ماشي في العيد، ذبحوا نتا وكلوا نتا، ما تبيعوش للناس يدوزوا بالعيد حيت كيتسمى عور وما غاديش يعدل. انا كنسال ودابا وكاين عاوتاني اللي كيكون عرج وتيبرا تيولي العظم متزاد بحال ما كان عرج كاع، الا كتبعوا ماشي تقول واش ما كان عرج، ولكن نتايا من ولا كان الا 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 ولا مقاد الله اعلم. ولكن انا قلت زعما ولكن الشريعه خويا سنرجع يكون معنا السكاج وغادي نجاوبك. حيت دابا كاين القرن والعوريه والمرض وهذيك العروجيه، انما شحال ما عندنا حنا ديك السيبات تبارك الله كاينه من 200 راس الفوق. سي مبارك هذه الاسئله ديال الشريعه نخليوها للجمعه ياك. انا غنسولك واحد القضيه، هادشي اللي قال الدكتور احسن على العينين
واش كان عندكم ولا اول مره تسمعوا ديال الخط غادي؟ لا لا تقريبا ديما كنسمعوا ديما، غير بغيت نسول نتاكد مزيان من الدكتور. نعم. معكم. نعم. طيب حنا الا بغيتي تاكد هذا ماشي تخصص ديال الدكتور حسين، طبعا الحال نهار الجمعه ان شاء الله غادي يكون معنا استاذ طبعا اللي هو استاذ عبد الرحمن السكاش والشيخ ديالنا اللي يقدر يجاوبك بالضبط على هاد الامور اللي هي دقيقه ديال الدين ما يمكنناش نفتيو بها راسنا. اهم حاجه الحمايه قالك سي مبارك خاص هذه اهم مواصفه. طيب كان السؤال كذلك على 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 الصف، واش اللون ديالها كذلك ممكن نعرفوا منه الصحه ديال ديال هاد الكبش ولا لا؟ الصف الصف ماشي جينيرالمون ما كيكونش هو وسيله من الوسائل باش نعرف هو الخروف واش يعني واش مريض ولا ما مريضش. اللي الصف شنو كيعطيني كمثلا اشاره هو داك لاباز ديال داك الزغبه، الا كانت كذلك مدهونه كتقول لك بان الخروف راه سميد، وإلا كانت ناشفه كتقول بان الخروف راه عادي اللحم ديالو عادي ناقص من ناقص من من الدهنيات. هادو هما هذه هي الاشاره اللي كتكون عنده. نعم. اما الا كان الا كانت الزغبه واقفه ولا كانت هذا كتعرف بان السيد الخروف كان الماكله ديالو ناقصه. نعم. طيب غادي ناخذوا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. كي داير الاخت بخير؟ الله يبارك فيك، كلشي بخير الحمد لله. تحياتي ليك وتحياتي الدكتور اللي معك وتحياتي المجتمع الكرام. الله يبارك فيك، شكرا لك، مرحبا بك. شكون معنا؟ معك هذا حسن من اقليم بوعرفه. حسن تفضل سيدي. كان اولا كنشكركم على البرنامج. مرحبا. بالنسبه للاخ اللي تكلم الدكتور ما خلانا زعما ما نقولوا فاش صافي جمع كلشي تبارك الله عليه زعما راه كلشي يعني قدمه. انت كسابه حسن واخا ارحمونا اخويا ارحمونا في هذا العيد. ضربوا قيسوا ضربوا قيسوا سي حسن، يلا الى عندك شي افاده اخرى. لا تبارك الله راه الخير موجود تبارك الله. شحال دايره شحال دايره انت اش من مدينه قلتي لي؟ بوعرفه. بوعرفه شحال داير تما عندكم الحولي؟ حولي مهم هو هذاك الحولي المهم على حساب الاثمنه ما بين ما الأثمنة كلها والثمن ديالها كلها هادشي باش يقتلوك كلها والثمن ديالها. خايف تخلعنا واخا سيدي. يلا عندك شي إفادة أخرى سي حسن؟ شي إفادة الوقت غير بالنسبة للناس اللي يعني الليلة ليلة العيد اللي كيجيبوا الحولي. أيوا هذيك الليلة اللي كيبيتوا في الدار يعني ما كيعطيوش الماكلة. أييه أنا يعني بعض الناس كيجيبوا الحولي يعني في الليل كيعطيوا الماكلة هادشي ماشي مزيان ليه بطبيعة الحال خصو يبقى يعطيو غير الماء. يعني يعطيوها غير يشرب غير تماما معرفة. تماما هذه افاده مهمه جدا فعلا كنشكرك سي حسن علي حسن. وبالنسبه للايام العاديه دابا كاين اللي كيشري مثلا قبل شنو هو المقدار ديال الماكله اللي يعطيوه مثلا كل نهار؟ المهم على حساب لا غير يحطوا ليه حداه ويخليوه يحطوا ليه الماكله ويعني يعطيوها غير على حساب الحاجه اللي غادي كاين اللي كيحط ليه الماكله قدامه وتيخليها في يدور وياكل الحولي. واش هذا عادي ولا لا خصنا كل مره عاد نعطيوه شويه؟ لا لا عادي ما كان حتى مشكل يعني خصهم غير بالخطره كيبدلوا له الماكله وصافي يعني كل خطره واش يعطيوه خطره يعطيوه واخا واخا سيدي واخا. سي حسن كنشكرك بزاف على الاتصال ديالك. شكرا وشكرا كذلك على المعلومه اللي عطيتينا من طبيعه الحال واللي هي عارفين بعض الناس وكذلك بعض الناس ما عارفينش انه كيبقى فيهم تيقول لك فيه الجوع ولكن لا ليله الذبح ما خصكمش تعطيو خصو يبقى صايم غير على الماء فقط. تفضل دكتور. هو بالنسبه لما دابا تم الاختيار ديال الخروف ديالنا غنهزوه غنهزوه نديوه للدار ديال بور ديال وان نفطرس وندير ليه ديك الربطه ديال اربع رجلين كنحطو اون ستريس والما كنحطو اون ستريس ممكن ان كيفاش دابا واش نديو ما يجي واقف ما مشد ليه رجل ما مشد لا رجل والو بغيتينا ما نعيدوش هادشي شاري نو صحيح وكيعرف يجري ونديو بلا من لا كان راك دابا داك لي تريسيكل كتشدو من الكرون ديالو وكتهزو ويجي واقف سبحان الله كيجي واقف دكتور حسين راه كيهربوا الله يهديك والله يهديكتها ومسطوحه تي 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 تنقزوا منهم راه الا ما الا ما الا ما ربطي ليش على الاقل مثلا غير جوج مثلا غير جوج يا اما اللورانيين ولا القدامين باش تقدر يعني تحكم فيه وتطلعوا هذاك في الوقيته اللي كتكوني هزاه في السياره ديالك ولا هزاه في شي سياره ولا هزاه في شي تاكسي انا داك الخروف ما كيقدرش يوقف كتكون مضطر
انك تربطي ليه الرجلين ديالو. اما في الوقيته اللي كتكوني جايه في داك الموتور اللي عنده دوك سميتو لي بان من الجناب كيغادير ينقز هاد الخروف وانت رابطه له الراس ديالو وغادي نطلعوه يعني نكمل رابطه له الراس ديالو مع داك الحديده القداميه وكيمشي واقف. كيكون واقفين حداه واحد ثلاثة كيمشي بواحد الهدوء تام حتى كتوصلي للبيت ديالك وكتطلع. ما كان فيها لا تنقص واخا ملي يكونوا مطلعين ولا ما نربطوش لا في الطلعه كي غدير تربطو بتلي رجلي باش لا في السطح حاجه اخرى. السطح كتمشي عاوتاني دائما عندك الكرون ديالو كتخلي واحد المسافه ما بين عندك الدائره ديال الربطه وسميتو والكرون باش كيبقى دائما ما مستريسش. ما نربطوش لي كاع رجلي الرجلين ما يتربطوش وخليه تمشي باش ما يدخلش. انا نقول لك علاش. لان كل ما دخل اون ستريس كل ما كتعطيه الامكانيه ديال ان هذوك الغدد الهاضمه ديالو تقدر تولي غدد سامه. وانا كيف يعقل انني النهار نجي ناكل الخروف ديالي كله يكون عامر بالسموم وبالتالي يعطيني دوك لي دياري ويعطيني مشاكل اخرى. اذا ما خصناش نعصبوا لحولي. ما يتعصبش مسكين. واخا. وحتى لقيت راسي بانني مضطر اني نربطو راه كنربطو على ثلاثه د الخرفان وكنشوف على ثلاثه كنربط ليه داك ثلاثه د الرجلين بلا ما نزيرهم ومن في الدار كندير ان سكوتش. هذاك السكوتش كيكون رحيم وارحم ما كيخليش دوك لي تراس في سميتو في الرجلين ديال الخروف. والرجل اللي كتكون عند القلب دائما كتكون مطلقه ثلاثه مربوطين وحده مطلقه. واخا ناخذ اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا شكون معنا؟ ام يحيى من مراكش. ام يحيى تفضلي. مرحبا بك. عجزكم بخير على نجزكم بخير على هذا البرنامج. مرحبا. نشكر الدكتور. مرحبا. نسولك عفاك على داك الدم اللي كيتجمع سريه ملي كيتذبح الخروف. واش عادي ولا بحال بدا تكون الرياق جهه صافيه وجهه فيها الدم وديك الدوده اللي كتكون في الراس. الله يجازيك باش عافاك بيت الرقم ديال الدكتور الله يرحم والديك. واخا هو الرقم ما كاينش في الحقيقه ولكن يمكن يكون فقط تواصلوا معاه هنا لانه كنتمناو من القدا ان شاء الله دير شي مركز ديالك ولا شي عياده باش نلقاو فين نتصلوا بك دكتور. مرحبا. طيب وهذا الاسئله ديال ام يحيى كان من المفترض اننا غتكون ان شاء الله الاربعاء الجايه لان غادي يكون الليله ديال العيد ان شاء الله وفيها غنتكلموا على ما بعد الذبح يعني الريا والكبده وش باش نعرفوا هذه الحاجه مزيانه وباش نعرفوا هذه الحاجه ما مزياناش. الا كان ممكن تجاوبها دابا مرحبا. فهي لما كنشدوا الخروف وكنمشيو للريا ديالو وكنشوفوا كنشوفوا الدم راه غالبا كتلقى داك الدم مازال جديد. والا كان دم جديد بمعنى ان في ديك الوقيته اللي كان خصو يطلق ويخرج مع الخلاصم ديالو ما كانش وبالتالي طرف ديال الدم كيبقى في الريا طرف ديال الدم كيبقى في الكبده يعني كبير. ما خليناش ما فركلش مزيان. آه ما فركلش مزيان. أيوة. باش يطلق داك الدم كله. اذا هذه اول حاجه خليوه يفركل مزيان. كل ما فركل مزيان تصفى مزيان في كل ما فركل مزيان ما غيبقاش الدم محقون في الريا ما غيبقاش محقون. حنا باش ما يفركلش لا غالبا كنطلقوه باش خصنا نطلقوه خصو يتطلق. لا حيت كاين اللي كيذبح في شي بلاصه اللي ذات يقول لك غادي يرونوا يرون الدنيا بالدم وداك الشيء فكيشدوه حتى كينزل زعما داك الدم. خطيره بزاف. فناري كلنا كنديروها. لا 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 هذه الخروف خصو يفركل باش يطلق جميع الدم داك الدم اللي كاين عنده في الدات. لان الدم اللي كاين فيه جوج الانواع كاين الدم الاحمر وكاين الدم ديال لالانف. والدم ديال لالانف كيكون عامر بلي توكسين في ديك الخرجه ديك التفركيل ديالو في ديك الضربات ديالو كيخرج جميع دوك المواد السامه اللي كاينه في لالانف واللي كاينه في الدم وبالتالي كيكون الانسان الخروف تنقى. وهذا هو الفرق ما بين الذبح الاسلامي والذبح الغير اسلامي. فلما نخليه يفرغ داك الشيء اللي كاين عنده طبيعه الحال داك التفركيل ما كيكونش 100% كيبقى طرف من الدم واحل في بعض الاماكن في الاعضاء ديال الجسم. فهذاك الدم اللي يبقى في الخروف بقى له في الريا ديالو ما كاينش فيه مشكل لان هذاك كما يسمى بالدم الصافي الدم الاحمر الصافي. والدم الحمد لله الاحمر ديالنا ما عندوش مشكل في سميتو في من ناحيه ديال الجراثيم والسموم. طيب قالت لك جهه فيها وجهه ما فيهاش ماشي مشكل. هي لو ان فوقاش كيكون المشكل في الوقيته اللي كتكون الحموريه غير عاديه وضربه الكبده كلها تقريبا. انا ذاك كنقول بان هذاك الخروف كان عنده مشكل امامي. اما اذا كان غير واحد طريف ولا ثلاثة ديال لي بلاج اللي فيهم الدم ومازال جديد كتعرف بان هذاك الدم غير ديال ديك يعني التفركيل اللي ما خداش الوقت ديالو. طيب وذاك الدم تاكلو عادي في الريا ماشي مشكل لحقاش كاينه العمليه ديال الغسل غادي نوصلوا ليها ان شاء الله. الدود اللي كيكون في الراس او الدوده اللي كتكون في الراس هذيك عاديه
هذيك الدوده ديال كتكون عند الخرفان كاملين في الوقيته اللي ما كناش كنديروا لهم اللي ما كناش كندير لهم دوك لي فاكسان ديالهم في الوقيته كيبقاو وبالتالي واخا كيبقاو ما عندهم حتى شي ضرر على سميتو على الجوده وعلى النوعيه ديال اللحم. هذاك اللحم لما خديناه بهذوك لي بارازيت اللي لقينا ما كاين عندهم داك اللحم ما كاين فيه ولا ولا مكون اللي غيقدر يشكل خطوره على الصحه ديال الانسان. حتى حنا عندنا دود في الراس إيه لكن ما لكن الانسان ما مفاكسينيش ماشي كلنا ماشي كلنا لا كاين اللي عنده وكان هذاك اللي كتلقاه كياكل وليفو كيبقى كيعطس كتكون شي حاجه قليله ماشي بحال الخرفان حنا البنيه ديالنا عندك تقادوا راسكم بحال الخرفان. طيب واللي ما فهمش مزيان المساله اللي كان قال دكتور احسن على العينين وربع وداكشي شوف المهم ان تحل العين وتقلبها في الجوانب ديالها كامله حتى هو الخلاصه الجوانب كامله ديال البؤبؤ تكون صافيه من اليمين من اليسار من الفوق ومن التحت يعني تحل العين اليمنيه تقلبها في الجوانب ديالها كامله كاع هذيك البصل البيضاء اللي دايره بداك البؤبؤ الكحل خصها تكون كلها بيضاء وصافيه ما يكونش فيها لا خط لا قهوي ولا كحل ولا حتى شي حاجه تكون صافيه هكا باش نتاكدوا ما فيه حتى شي مرض. وصلاه على النبي. كنشكرك بزاف دكتور محمد حسين اخصائي في التغذيه نتلاقاكم ان شاء الله الاربعاء الجاي باش تعرفوا على من بعد الذبيحه شنو هي الامور اللي خصنا نردوا لها البال واللحم وكيفاش نحافظوا عليه الى غير ذلك من الامور الخاصه بعيد الكبير عواشركم مباركه. Donc la